معك حق تستغرب، وأنا كمان أوقات بستغرب، لأنه بيومنا وبزمننا دايما بسأل حالي الشعر وين من بين الفنون الباقية؟ قديش الناس وقديش الشباب بدهم يقروا أو بيحبوا يقروا أو بيفتحوا كتاب؟ نحن عالمنا العربي ما حدا بيفتح كتاب، ما حدا بيقرأ، مختلفين يعني الطريقة اللي تربينا عليها، المناهج اللي ربينا فيها مختلفة عن التفكير أو المنتاليتي الأجنبية. فهذا السؤال أنا بطرحه على حالي، بس برجع بقول يمكن في أدوات بتساعد. الأدوات يمكن يلي بملكها هي الكلمة الحلوة، الصورة الحلوة، الصورة اللي بدي وصلها للناس. صحيح الشعر أوقات عم بيكون بيشبهني، بيشبه مجتمعنا، الشعر البسيط المفهوم يلي بيوصل لكل الناس، واللي عم بتقدمه صبية. مين قال إنه الشاعر مثل ما كنا نشوفه من قبل لازم يكون ختيار ولابس نظارة قد كده ومحردب ووحش؟ ليه؟ لما الله بيختارك ما بيطلعش في شكلك انت ايه لما بيديك الموهبة. فيمكن بالمنطق دي ادوات ساعدت ان انا اوصل الفكر بتاعي ولا الشعر بتاعي والكلمة الكلمة بتاعتي، الجمع بين الاثنين. مبتدأ.com